جميع زملائه اللي كانوا يتناولوا وجبة العشاء. طاطا مرحبا بك. الله يسلمك، ربي يحفظكم. كريم عنده مدة هو معنا واليوم جيتي تشوفه، واش تقدري تقولي لنا بعد هاد الزيارة؟ خلا بلاصتو توحشتو، كيما كان خارج جاي بديت نبكي عليه، طلع عليه من البالكون بكي، ما خلا بلاصتو خلا الفيد. ما نقدرش نقول لك كيفاش يعني خلا بلاصتو، يعني كل بلاصه في الدار، كل بلاصه نتفكروا. كريم نشوفوا فيه بلي يدير لامبيونس بزاف هنا. اسكو توحشتوا هذيك لامبيونس في الدار؟ توحشنا بيان سور، توحشنا لامبيونس تاعو كيما هنايا كيما في الدار، كيما هنا كيما في الدار. من في الدار الحاجه اللي نقولوا ديرها لي ديرها لي، يعني الحق واش نقولوا دير لي دير لي. واش تقدري تقولي لنا ميساج لكريم، واش تقدري تقولي له ليه؟ قولوا ربي يوفقوا، ربي ينجحوا، وربي ينجحهم كامل، وان شاء الله يا ربي يجيب لي السبته باش نفرح بها كيما جابها في 2014، جاب لي سبته ثاني وفرحت بها. ان شاء الله ربي يقدروا، ان شاء الله وربي يكمل له، وربي ان شاء الله ينجحهم كامل وربي يوفقهم. كريم واش تقدر تقول لي يمك؟ نقول لك الصحه على كل شيء واش درتي معايا، وربي يحفظك ان شاء الله، الله يطول في عمرك ان شاء الله. وعلى واش نقولها، وان شاء الله السبته نجيبها لك للدار ان شاء الله. فرحت كي جات شافتك؟ بيان سور نفرح كي تشوف يما، هذه حاجه باينه نفرح. ودوكا راك موتيفي اكثر من اللي كنت. الحمد لله ان شاء الله. وتوعدها باش تجيب السبته ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله يا ربي، ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يجيب السبته تاعو ان شاء الله. ولان رضا الام اهم شيء في الدنيا الكل بالنسبه لاي شخص، كانت هذه أجمل صورة لختام عهد.